وهي ايضا الفائزه بالشوط الاول الرئيسي. التوقيت الزمني 6 دقائق 9 ثواني 76 جزء من الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ سيف بن خليفه بن سيف ال نهيان والى مضمر الضبيه سعيد الوهيبي. ايضا اذكر بان الفائز بالشوط الاول الرئيسي للقاية قعدان هنا المونديال هو من استطاع ان يفوز بالشوط الاول الخاص بفئه القعدان المملوك لمحمد بن زايد المنصوري. ايضا تهانينا والناموس لابو زايد، والتهاني موصوله لكل الفائزين في هذه الفتره المسائيه وايضا في الفتره الصباحيه والاشواط العامه. عوده ايها الاخوه مشاهدينا الاعزاء الى انطلاقه الشوط السادس الخاص باللقاية قعدان. هذا هو الشوط السادس من ترتيب او في الترتيب وفي المجموع، وهو خاص وهو الثالث الخاص للقاية قعدان ولفئة القعدان. هذا هو الشوط الثالث وهذا هو اول كيلو متر ينقضي من مسافة الاربعة كيلو مترات الخاصة بسن وبفئة اللقاية. المقدمة مباشرة مع وقاد للصديق احمد ابو جوطة السوداني. يسيطر الصديق على المركز الاول وعلى الصدارة، نقلة الى المركز الثاني رعد لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود، والتضمير مع راشد بن بعيران المري. النقلة الى المركز الثالث اللي من الجانب الاخر، المركز الثالث رداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، التضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري. نقلة إلى المركز الخامس المنطلق بأداء ممتاز وجميل وملفت أعناد لحمد بن متعب المنخس المري، يليه في المركز الخامس هملول لعلي بن سعد بن كخان المري، يحتل هملول المركز الخامس. وهذا هو نداءنا الأول للخمس المتقدمة الأولى، وانتظروا المراكز التي لم يحن موعد دخولها إلى عالم النداء والإذاعة. عودة إلى مقدمة الشوط وإلى بوجوط السوداني مع انتصاف المسافة. ما زالت المقدمة تحت أقدام وقاد للصديق أحمد. بوجوطة السوداني انتصفت المسافة مسافة الشوط، ولكن التغيير اللي طرأ وجرأ من الجانب الآخر هناك عناد لحمد بن متعب المنخس المري، غير مدريات الأمور وانتزع في هذه اللحظات المركز الأول. يا سلام يا عناد، يا سلام يا عناد، الله الله لحمد بن متعب المنخس. المركز الثاني رداد لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، المركز التضمير مع الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري. نقله الى المركز الثالث اللي بدا يتسلل ملموس الزعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، التضمير مع فهد بن حصين النعيمي. عاد مرة أخرى هنا وقاد، أوقدها وقاد، يلا يا وقاد أوقد المنافسة، أوقدها وقاد منافسة الشوط، أوقدها واشعلها وقاد، للصديق الصديق بن أحمد بوجوط السوداني. يا سلام يا وقاد، يا سلام. ولكن المنخس من الجانب الآخر، عناد، عاد عناد مرة أخرى لحمد بن متعب المنخس. يا سلام يا عناد، عناد عاند المشاركين، ينطلق عناد. ايضا حمد بن جار الله البريدي قادم مع هذا الشعار مع الباز وسلالة الباز، ايضا ينطلق في المركز الثالث وهذا هو شعار وجدان وشعار العديد من الاسماء المملوكة لحمد بن جار الله البريدي. المركز الرابع اللي عليه ملاحظة ايضا عليه مراجعة اللجنة اللي من الجانب الاخر اللي يتسلل وينتزع. المركز الثالث النداوي لحمد بن راشد النعيمي، وعليك يا اخوي حمد مراجعة لجنة التشبيه والتثبيت. المركز الرابع اللي ينطلق في رابع المراكز مروع، يا سلام يا مروع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، التضمير مع محمد بن خالد العطية. وعودة إلى الباز، يا سلام يا الباز، الباز ينطلق ويحتل المركز الأول مع حمد بن جار الله البريدي.
600 متر أخيرة، والباز يشارف على أيضا اللحظات الأخيرة. 400 متر الباز ينطلق، الباز بشعار حمد بن جار الله البريدي ينطلق ويحتل المركز الأول ويباعد المسافة. أعطي التعليمات بالانطلاق، أعطي الأوامر بالانتقال إلى خط النهاية، وأيضا بتحميل أو أيضا بتحمل مسؤولياته بقيادة هذا الشوط، ومن ثم إهداء مالك هذا الشعار، مالك هذا الشعار الفوز. ولكن المنخس غادم، ولكن عناد غادم، عناد عاند، عناد عاند، عناد، يا سلام، عاد عناد لحمد بن متعب المنخس المري مع المئة متر الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك عناد ولمالك هذا الشعار حمد بن المنخس، حمد بن متعب المنخس المري على فوز عناد، يقترب ويصل إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني الباز حمد بن جار الله البريدي، المركز الثالث مروع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الرابع لعبد الهادي بن حمد البريدي، المركز الرابع المختبر، المركز الرابع المختبر لعبد الهادي بن حمد، لعبد الهادي بن حسين البريدي هو من احتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس تمساح لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. هذه النتيجة، ونشاهد لحظات وصول. لحظات وصول عناد إلى خط النهاية، 6 دقائق 12 ثانية و94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن متعب المنخس المري على فوز عناد وانتزاعه لناموس الشوط. المركز الثاني الباز قطع المسافة في 6 دقائق 13 ثانية 30 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن جار الله البريدي. المركز الثالث مروع قطع المسافة في 6 دقائق 14 ثانية و74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، والتهاني موصولة لمحمد بن خالد العطية على فوز مروع بالمركز الثالث في هذا الشوط الماضي.